Salut Saïd, Salut, ça va? ça va Salut très tout le bien. monde, السادة المتابعين، سيدات المتابعات. نحن في هذه الحلقة 41 من السلسلة العامة والجزء السابع من حلقة تاريخانية النص القرآني. المهم، توقفنا في الحلقة السابقة عند مخطوطة صنعاء ولنراتيف، يعني السرديات فيما يتعلق أين جاءنا المصحف. كاين سرديات انه هذا المصحف الذي القران الذي بين دفتي المصحف اليوم عنده بالك اصول في وقت عثمان بن عفان، كاين يقول لك لا لا في وقت معاويه، كاين يقول لك لا لا هذا عثمان ماشي عثمان تاع عثمان بن عفان، مي عثمان تاع الدوله العثمانيه. وكل واحد قدم الرؤيه تاعو الرؤيه تاعو. احنا فهمنا بليك المشاكل تاع كتابه القران الذي نطق به الرسول، هذه المشاكل الدات دو دو لا كون شنو نقول لك فيه الدات من نهار اللي كان الرسول ينطق بالقران. شفنا بلي انه بالك ما كانش عنده لا فري انتونسيون دارشيفي لو تكست، يعني ارشفه النص. فهمنا بلي يا ودي في وقت عثمان، على الاقل وقت عثمان بن عفان، لم يكن المصحف الذي انتجه عثمان في 7 نسخ او 5 نسخ، مش عارف، 5 في اشهر الروايات وكيقولوا 7. لم يكن منقطا ولم يكن مقعدا، ولا منقط ولا مقعد ولا شيء. صح. الان سؤال سعيد، نحن ولا مشكل ولا مشكل، احنا سوف نقول بانه حتى الهمزات ما كانتش فيه. حسنا، احنا دوك احنا نقعدوا دوك حنقولوا احنا باش نصدقوا رؤيه النقطه من نصدقوا كما يقولوا اون ناراتيف بارمي لي تخوا. المصحف اللي بين يدينا هو عثمان، اصوله في وقت عثمان بن عفان، او 2 اصوله في وقت بدايه نهايه العصر الاموي، او 3 وقت العثمانيين. انا السؤال الاول الذي اطرحه باش نقدر نقترب من الجواب هذا هو اي متى تم تقعيد وتشكيل اللغه العربيه؟ تقعيد اللغه، اقدم الروايات تقول باللي تقعيد تاعها الجذور تاعو بدات في زمن الخليفه الرابع علي بن ابي طالب، الذي اشار الى ابي الاسود الدؤلي ان يكتب النحو. قال له كلامنا. علاش؟ اولا علاه سمع بزاف الموالي يكسروا في العربيه. موالي يعني اللي ماشي عرب. اي اللي ماشي عرب. يكسروا في العربيه. فقال راح الأبو الاسود الدؤلي، قال له يا ابا الاسود روح اكتب لنا قواعد اللغه، الناس لحن يعني تكسار او كثر في اللغه في العربيه، روح اكتب. قال له كيفاش ندير؟ قال له اكتب كلامنا اسم وفعل وحرف وسير على هذا النحو. فسموها النحو. فابو الاسود الدؤلي هو اول من كتب في هذا الموضوع، ومن بعد بداوا يزيدوا الاخرين، بداوا يزيدوا يكتبوا. يعني بدايات تقعيد اللغه في الحقيقه بدات في زمن الخليفه الرابع علي بن ابي طالب. بن ابي طالب. الان السؤال الثاني سعيد، فلنتكلم عن موضوع المخطوطات. ما هي اقدم مخطوطه، مش مشروط القران، أقدم مخطوطة مشكلة عندنا في التاريخ؟ مشكلة؟ مشكلة منقوطة يعني؟ منقوطة مشكلة. أقدمها المصحف. المصحف ما كانش، ما كان حتى كتاب منقط قبل المصحف. ما كانش أول كتاب فكروا ينقطوه هو المصحف. ما كان حتى حاجة قبله؟ لا 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 ما كانش. دوك معناتها بما أنه كاع هو المصحف، بما لأنه أنه أصلا نقول لك علاه، لان الان كاين سبب اخر مهم ثاني اهم من هذا، هو ان المصحف سي لو برومي مانوسكري، هو اول المصحف هو اول مخطوط عربي على الاطلاق انداروا منه دي كوبي. واو. ولا مخطوط عربي قبل المصحف كوبي عليه العرب وانداروا منه دي كوبي للتداول العام. يعني هو اول كتاب كتبه العرب وتداولوه وداروا منه نسخ دي كوبي هو المصحف. نهار وحش. ولهذا كان يطرحوا الاشكاليه الاتيه، يقول لك انا يا كيفاش انا ننجم نقيس قيمه كتاب هو الاول في لغته؟ انا كي نحب نقيس اليوم مثلا كاتب ياسين يكتب بالفرنسيه، نقيسوا اللي يكتبوا بالفرنسيه قدم عليه، كاين بزاف.
نحب نقيس فيكتور هوغو نقيسو على اللي سبقوه كاينين بزاف بصح كي نحب نقيس انا القران القران هو اول نص كتب في العربيه اول نص اللي موجود انا نقول اقدم نص ما عندناش اقدم منه لا يوجد اقدم منه ما عندنا حتى نص اليوم بين ايدينا في اللغه العربيه اقدم من القران من المصحف يعني داكور ما عندناش ولهذا علم نتقيسو علم نتقيسو علم نتقيسو كاينش علم ولهذا واش قالوا هما على علاته على كل مثلا كما تتكلم عائشه ولا تتكلم زيد وكما شفنا ابان بن عثمان ولا علي مثلا يقول لك انه ياكدوا باللي الكتاب النساخ داروا اخطاء في المصحف مع ذلك ما عندناش اللي نقيسوا لهذا هما ما صابوش الحل قال لك لا هو المقياس قال لك هو عليه يقاس كل ما بعده كل شيء داكور ومن بعد حصلوا في شي حاجات كيما شفنا الزمخشري مثلا حصلوا في شي حاجات انا اول حاجه اللي حنحصل فيها الان كيما ناس كيما فقهاء كبار كيما ابن تيميه ابن القيم الجوزيه الفقهاء هذول خصهم الغزالي هذول الناس اللي داو وجابوه في النص كيفاش نقدروا نامنوا بلي كي ودي راهم اخذوا وردوا وانتجوا فكرا حول النص وهذا النص لم يوجد الا في زمن عثمان بالشكل الذي نراه نحن اليوم اذا كان نحن نقول لك اول النسخه كامله للمصحف كانت في زمن معاويه وهذا النسخه في اخر زمن معاويه هما توب كابي هذوك المصحف توب كابي هذو كاع يعودون لنفس الحقبه تاع توب كابي تاع شقه تاع القاهره داكور هل يمكن ان نقول بان هذه المصاحف هي المصاحف التي كان عندما يريفيرونسيها ابن تيميه ويريفيرونسيها الغزالي ويديو فيها المعتزله هذه هي النصوص اللي كانوا يحضروا فيها اي غالبا هما هذا يعني داكور غالبا دونك دوكو انه القران الذي المصحف الذي وصل الى هذا اكبر الفقهاء في العصر في بدايه العصر الذهبي للاسلام في بدايه العصر العباسي والاخر هو هذا واحده من هذه النسخ سيرتينمون باوي حسنا دونك احنا حنفرضوا بليك هذوك هما مصحف عثمان نفرضوا انهم هما مصحف عثمان هذا اللي بين يدينا رغم اننا عندنا ما يقول بانهم غير منقطة اول ما تم تنقيطه اول دوكيمون منقط عندنا دان بوين دو فيو سكريبتورال هو المصحف ونقدروا اون فاتراسي لي زوريجين تاعو الخط العثماني تاع الدوله العثمانيه مي اون سون فو دي سا بور لو مومون خلينا ندخلوا في نقطه شائكه جدا وبعدين نعاودوا نوليو لقضيه المصاحف القراءات كيف احنا من 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 مصحف واحد وهذا 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 يعني بزاف حاجات بما انه النص ما كانش منقط كسوا تاع معاويه ولا كسوا العثمان بن عفان انا نسون فو جو مون فو النص لم يكن منقط اذا سيسمح بعده قراءات القراءه هي انك كيف سترتل النص القراءه هنا ماشي هنا ماشي نعني بالقراءه التاويل انا نعني بالقراءه هو كيف ستنطق النص اوكي هنا لازم نوضحوا للمستمعين والمشاهدين وضحوا لهم شيء مهم جدا حتى هكذا باش يعني نحطوا روحنا في السياق التاريخي لانه الاغلبيه هنا يهضروا لك يبخان باغ اكزومبل المصحف بور اون فالور ابسولو على اساس انه متواتر اذا سي بون ناخذوه اولا التواتر اللي يتكلموا عليه غير صحيح ما كانش شفناه هذه قلنا ما كانش منه لانه المصدر تاعو يرجع الى 8 عباد 8 صحابه أو ذكرناهم وذكرهم قبل مصحف قبل الجمع إضافة إلى هذا إضافة إلى هذا إضافة إلى هذا محمد الطاهر بن عاشور دائما في التحرير والتنوير صفحة 661 جزء الأول صفحة 661 يقول يأكد بأن القراءات كلها المروية تاع القرآن دوك نهضروا شوية عليها هذه كلها أسانيد تاع أحد يعني ماهيش متواترة أسانيد تاع أحد هي أسانيدها كلها أحد ولكن التواتر تاعها اللي يتكلموا عليه هو بجملتها ماشي ليس المقصود أنه كل واحدة منهم متواترة لا أنه هما القراءات هذه قاع كي تجتمع مع اختلافها على اختلافها لما تجتمع كامل تشكل تواتر في الصورة العامة أما هي في ذاتها ولا واحدة منهم ما هي متواترة
كل واحدة منهم مروية بروايات تاع أحد، أسانيد أحد ماشي تواتر. دونك في النهاية كي يقول لك القراءات المتواترة السبعة ولا العشرة ولا 14، ما كان حتى قراءة بذاتها لوحدها متواترة. شايف؟ يعني كي يقول لك مثلا يقول لك يعني نعطيك مثال، نعطيك مثال، يقول لك الصينيين الشعب الصيني شعب قوي من حيث العدد وكاع، الشعب الصيني شعب قوي كي تلايم، صح كل واحد وحده ما مش اقوياء كي تلايموا قوه. اوكي القراءات هذه هي تشكل تواتر معنوي لما تجتمع، لكن هي بأحدها ليست متواترة كل واحدة منهم، بدليل أنها أولا مختلفة عن بعضها، وثانيا ما كان حتى واحدة منهم مروية بالتواتر، هي وحدها مروية بالتواتر ما كاش، شايف؟ لكن في مجملها تقدر تشكل نوع من التواتر المعنوي، مع العلم أن مصدرها مش متواتر، مصدرها ثمن صحابة برك، كلها ترجع لثمانية كاع الطرق تاع الروايات تاع القراءات تاع القرآن أكثر من 11,000 قراءة كلها نابعة من مصحف عثمان، ترجع في أصلها لثمانية صحابة برك، يعني مصدر التواتر هو ثمانية شيء أكثر، وثمانية ما يكفيش باش تقول لي تهدر لي على تواتر، ثمانية ما يكفيش باش تهدر لي على تواتر. باسكو أنت كيفاش كيفاش تفهمني باللي الرسول كي توفى شحال كان عدد المسلمين؟ 120,000 120,000، كيفاش من 120,000 ثمانية برك عطونا القرآن، ثمانية برك كانوا وصلنا منهم القرآن كاملا، ثمانية برك. Alors ouais. qu'il y avait 120 000 musulmans à l'instant où le prophète est décédé. Oui, هذا إشكال. هذا إشكال كبير. ولهذا أنا قلت باللي هذا كلام تاع ابن عاشور يقول هذا. القراءات ومن بعد القراءات كيفاش جات؟ القراءات كيفاش حتى جات؟ القراءات هي كلها كما قلت لك منطلقة من مصحف عثمان، وأنا جبت مقبل جبت أمثلة. جبنا بزاف أمثلة. مثلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، هذه انفسكم كاين اللي يقراوها انفسكم، من انفسكم اجوادكم يعني كاين يقراوها من انفسكم وكاين اللي يقراوها من انفسكم، هذه امور بسيطه مه. وكاين دي فوا في مصحف عثمان احيانا تتبدل الكلمات، مثلا القراءات تاع ابن مسعود تغير الكلمات داخل مصحف عثمان، ومرات تضيف عبارات داخل مصحف عثمان. هما هنا واش يقولوا؟ هما هنا يقولوا قراءة شاذة، ايفيدامون انت كون تو فيغوي لو تكست وتقول هاو الرسمي من غيره كاع يولي شاذ. وي وي عادي عادي، انت كي تقول انها انت تتبنى صيغة وتقول هذه هي الرسمية، غيرها كامل يولي شاذ. اه يولي شاذ باسكو حاب ديرو اياه. اه هنا ننجمو نديرو يعني كيما يقولوا نديرو اطلاله على القراءات. واطلاله على القراءات. اولا هنا لازم نفرقوا في شي حاجات. اولا شكل المصحف كاين امر نبداو به، الشكل تاع المصحف هل هناك اتفاق مثلا في الشكل؟ سؤال واحد قبل سعيد، شكل المصحف قبل ما تكمل سؤال واحد رابيد بين مخطوطات كامله بين توب كابي والقاهره وكاع، اسكو كاع متشابهين؟ هي نفسها يعني نتاع توب كابي وتاع القاهره وتاع طشقند هي نفسها، يعني هي في بيناتها ما كاينش. بارفيكت بارفيكت ما كاينش باش اون نحيو اون موان فاكتور. لا لا في هذيك ما كاينش مشكل. اي بيان دونك نشوفوا مثلا الترتيب، هل هناك اجماع على الترتيب تاع الصور؟ هذه باينه بلي ما كاينش اجماع، لانه الترتيب تاع الصور اجتهاد. وبن عاشور ثاني يقول وقبيلة تكلمنا على في يعني في حلقات سابقة تكلمنا على مسألة اللغات تاع العرب التي كتب بها القرآن. السيوطي يقول بأنها تصل إلى أكثر من 50 لغة. أروح هذا الكلام موجود في تفسير بن عاشور رقم 1 الجزء الأول صفحة 58، يقول
القرآن كان يكتب بلغات عديدة وقت ظهوره، ويقول السيوطي أنها تصل إلى 50 لغة، لكن المصحف وقعت بلغة قريش. نعم. 49 لغة استبعدت من المصحف، أقصيت من المصحف. سي ان فري فيغوياج، ولهذا عنده الحق اركون كيتكلم على لو فيغوياج دو تيكست. انت لما كان جا فيغوياج وخليت الاخرين انت حرقت الاخرين كاع، حرقتهم لا اقصيتهم من المصحف، هذه واحد حرقت حرقت لي ريزيدو اللي بقاو منهم. دونك هذه مهمه. اضافه، وهذه بالك نرجعوا لها من بعد، قضيه انهم المنسوخ ما كتبوش المصحف العثماني. هذه المصحف، في المصحف الرسمي المنسوخ لم يكتب جزء كبير، الجزء الاكبر من المنسوخ من القران المنسوخ لم يكتب، وي هذه لا اثر له في المصحف العثماني. الاضافه الى الاعتراضات تاع ابن مسعود على اللجنه، اللجنه اللي كتبت اللي بصح المصحف، وحرق المصاحف الاخرى. وعندنا جزء من المنسوخ بصح مكتوب، وكاين جزء منه راهو موجود، راهو مكتوب. درك الايات كيف عدد الايات راهو ماهوش محل اجماع. ابن عاشور دائما في التحرير والتنوير الجزء الاول صفحه 77 و78 يقول انه عدد الايات، العدد المجمع عليه هو 6000. كاين اتفاق بين المسلمين على باستثناء طبعا بعض الشيعة، هذيك حكايه شيعة حاجه اخرى. هذاك اهل السنه كلهم متفقين على مجمعون على 6000 ايه. فوق 6000 كاين خلاف، كاين اللي يقولوا اختلفوا فيما زاد على 6000 آية، كاين اللي قالوا عدد الآيات هو 6204، وكاين اللي قالوا 6214، وكاين اللي قالوا 6219، وكاين اللي قالوا 6225، وكاين اللي قالوا 6236، وكاين اللي قالوا 6616. إذا الاختلاف راهو قريب 600 آية، بفرق 616 آية. وهذوك شغل برك من حاطين النجم برك، ماشي إيه مش مثلا ايه قادر في عرض باش تحسب وحده، شو واحد يكون قسمها في الوسط. لا 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 لا، الايه ما كانش اللي يقسم ايه، باسكو اللي يعتبر الايه ايه ما يقدرش يقسمها. سي بون. واش معناتها الايات اللي راهم موجودين عندنا اليوم كومبلي، وين راحوا 600 هذوك؟ وين راحوا 616؟ اللي يعتبر باللي عدد الايات هو 6000، الاخر يقول له 6616، وين راحوا 616؟ انا عم بالي دائما سيتي جوست وين نحطوا الاخر، يقولوا النجم هذا ما كان النجم تاع الايه، الرقم تاع الايه برك، شكون معناتها ايه طويله، كاين اللي يقول لك يحطها في الوسط ولي له زوج ايات. انا ما كنتش داير في بالي بليك بصح الايه كي تتحط ماهيش بلاكه حطها وين حبيت، مش بلاكه تاع الطريق وحطها فوق سجره حطها تحت روشي، لا، هاي الايه هما كيحطوا الايه لابد يكتمل المعنى. كاين شوف كاين ايات سعيد، كاين ايات فيهم الايه شغل واش ممكن نقول، كاين ايات طويله جدا في القران وين كاين كما يقولوا وقف، وين كاين صاد هذا قدر يتحول، ولا وين كاين باي زومبل تاع ايه نجم تاع ايه بصح ما فيهش رقم سورتو في مصحف حفص عن عاصم، وقدر يكون مثلا هذيك يكون اكتمل نص من الايه، اكتمل جزء من المعنى وقدر تقسم الايه ثماك. يعني كاين ايات بزاف طوال في القران قادر تقسم في الوسط والمعنى يكتمل، وعندك جوج ايات ذات معاني كامله. يعني وكاين ايات، يعني باش نقول ثاني، كاين ايات سعيد باش نعطي لك لو سمو، كاين ايات اللي ماشي كامله في المعنى جيت كامله الايه اللي قدامها لاصق فيها، باقي قادر يكونوا هكا حسبوا، مانيش عارف انا كيفاش هم حاسبين. انت تعرف على كل حال، انا ما عندي انه عدد الايات مختلف فيه من 6000 حتى ل 6616، هذا ما عندي. هذا كلام ابن عاشور، كلام ابن عاشور في التحرير والتنوير الجزء الاول صفحه 77 78، ويقول ثاني ابن عاشور باللي حتى ترتيب السور اجتهادي داخل المصحف، وترتيب الايات داخل السور ثاني اجتهادي، احتمالا كاين احتمال كاين راي انه يكون اجتهادي، هذا ثاني يقولها الجزء الاول صفحه 59. دونك هنا هذه امور مهمه قبل ما نبداو. دونك دركا القراءه اللي يقول لك مقبوله وصحيحه، ما هي، ما هو تعريفهم هما العلماء كيف تاع الاسلام كيفاش يعرفوا القراءه الصحيحه؟ يقول لك القراءه الصحيحه
هي اللي يكون السند نتاعها صحيح ولو خالفت الرسم العثماني. ها روح ما مليح. هذه هو تعريفهم عليك. هذه رسالة ماجستير، هذه رسالة ماجستير القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية. رسالة ماجستير خير الدين، خير الدين سيب من جامعة تلمسان داكور. هذا هذه ديجا دراسة جزائرية كامل. دونك القراءات القرآنية وأثرها، هذه يعني يقول صفحة 69، هيك صفحة 69 يقول لك القراءة الصحيحة هي كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. داكور. وزيد، وهذا في تعريف، وكاين في تعريف واحد آخر يقول لك القراءة الصحيحة هي ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم. دونك كاين قراءات صحيحة مخالفة للرسم العثماني، ماشي بالضرورة القراءة لازم توافق الرسم العثماني باش تكون صحيحة. إذن في النهاية علاه قلت لك هما كي كونتيزون فيغوي لو تيكست ما قدروش يمنعوا تسرب القراءات الأخرى لأنها كانت تروى ثاني بالسند. اللي قرأ عند ابن مسعود من المصحف تاعه أو يروي عليه بمعزل عن مصحف عثمان، أو يروي على مصحف ابن مسعود. اللي قرأ عند ابن مسعود يروي على المصحف، اللي قرأ القرآن عند أبي يروي عن مصحف أبي. بصح البروليس ما كان حتى واحد يروي عليهم بكا. لا موجودة، يعني نقول لك راه كاينة قراءات صحيحة في كتب التفسير موجودة. يعودون إلى ثمانية بس سي فري موجودة في كتب التفسير. أبي منهم مسعود من ثمانية، ابن مسعود أبي من ثمانية، وزيد بن ثابت من الثمانية. اللجنة فيها أربعة برك. اللجنة فيها أربعة برك. دونك وزيد يقول لك القراءة نفسها ماهوش ضروري السند تاعها يكون متواتر باش تكون ثابتة، يكفي أنه السند يكون صحيح، ماشي شرط يوصل لدرجة التواتر. أي ثاني صفحة 78 يقول لك هذا الكلام، ليس من الضروري أن تكون القراءة متواترة حتى تثبت، يكفي أنها تكون مروية بسند الأحاد. زيد، والشيء الأهم اللي يهمنا في هذا الموضوع هو قضية مثلا في بعض الأحيان تلقى مثلا فقهاء كما ومفسرين كما الطبري والقرطبي. هنا باك انا باك واش الحاجه حسنا بالعقل. الطبري والقرطبي مثلا في بعض الأحيان يرفضوا قراءات متواترة، رفضوا قراءات متواترة. هاي اللي هنايا اذكر الصفحة سعيد، صفحة 214 دائما نفس المصدر قراءات القرآنية. صفحة 214 يقول لك لكن الطبري قال في التفسير وأولى هاتين الآية القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ولا تقاتلوهم، لأن الله تعالى ذكره لم يأمر نبيه وأصحابه في حال إذا قاتلهم المشركون بالاستسلام لهم، وقد أوردت هذا القول للطبري لألفت الانتباه إلى ما قد يتبادر إلى الذهن من أن شيخ المفسرين كان يرى صحة قراءة وبطلان قراءة من المتواتر، وهو ما توهمه عبارته هذه وأشباهها كثير في جمع البيان. ولكن هو effectively في المصحف تاعه يرجح قراءة غير متواترة على قراءة متواترة، إذن ضمنيا هو يرفض هذا القراءة. القرطبي نفس الشيء. الشيء اللي يهمنا أكثر في هذا القضية هو مسألة القراءات، يعني كيفاش الناس كانوا يقرأوا المصحف. هذا هو الأهم.
احنا اليوم الناس تروح تشري مصحف المكتبة وتقراه في الدار، حاجة سهلة، شو المطالعة هاي تطالع ولا ترتل ولا معليش. ولكن بكري القرآن ما كانش يقرأ بهذه الطريقة، ما كانش يعني تعليم القرآن بكري ما كانش بهذه الطريقة، ما كانش يتم من المصاحف، كان يتم عند الشيوخ بالسند. قرآن بكري تقراه في القرون الأولى، القرآن كي تحب تقراه تقراه على الشيخ، والشيخ هذاك لابد يكون عنده سند، القراءة تاعو اللي يقريها لك تكون عنده سند. أما المصحف، المصحف برك باش ما تنساش ترجع ليه باش ما تنساش، برك ما تتعلمش منه القراءة، ممنوع. وهذوك اللي يحفظوا القراءة من القرآن من المصحف، يحفظوا القرآن من المصحف، ما يديروش عليهم، ما يدوش عليهم، يسموهم مصحفيين بكري، ما يدوش عليهم، يديو القرآن برك للي قراه على شيخ بالسند. ولهذا شحرور ذوك مثلا كي يجي يقول لي انا ناخذ المصحف، مصحف بوغ افالور ابسولو، المصحف بكري نو فالي ريان، يل فالي جوست لا فالور، يل افي لا فالور دي ناد ميموار سي تو، يرجعوا ليه الناس باش يدعموا الذاكره تاعهم. اما المصحف نفسه النص المحتوى يدوه على الشيوخ بالسند، ما يدوش من المصحف. وما كاش كيفاش في هذا العبسه، ما تقوليش كيفاش انت ترفض النص تاع السنه وماذا النص حديثي باسكو السند هو نفسه ما ماشي، لانه انت القران اللي راك تفسر فيه وتقرا فيه وتدي وتستنتج منه معاني لا يقوم بهذا بالمصحف، يقوم بالأسانيد التي يروى بها المصحف. نهار واحد يقوم بالسند، لأنه انت يا شحرور مثلا ومن معه لو كان جاو في القرون الأولى، الثالث، القرن الرابع، الخامس، حتى القرن 13، حتى القرن 13 لو كان جاو في ذيك الأزمنة عاشوا كانوا ما يلقوا حتى مصحف في المكتبات، يدوا القرآن يدوه من عند شيخ بالسند، وإلا ما يعتبروهمش حفظوا القرآن أو عرفوه أو فهموه أو درسوه، يعتبروهم الشيخ اللي ذوك. أنا سؤال سعيد رفيد، الشيخ اللي عنده سند، سند وشنو هو؟ هو عن فلان بن فلان بن فلان إلى الرسول، إلى الرسول، إلى يعني إلى واحد من هذا الثمانية اللي سميناهم هذو الصحابة، عمر عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري، إلى واحد من هذا الثمانية إلى الرسول، هذا هما برك عنده السند الى ها والى واحد من هذا الثمانيه. هذا هو اللي يديو عليه، ما عندكش السند ما يدوش عليك وما يعتبروكش قريت القران كاع. دوكا تحب تروح تشد مصحف، شد مصحف وقرا كيما حبيت للبركه كيما يقولوا، البركه للاجر. اما تقول اني نحفظ القران ونعرفه، لازمك عندك شيخ يقول لك عندما قريت. علاه؟ لان المصحف نفسه انت راك قلتها مع الاول ما كانش المصاحف منقطه. وي انت كي تقرا الحمد شكون يقول لك باللي هي تنطق الحمد؟ مش الحقد بالك تنطق الحقد، الحمادو، الحمودو، الحمادو، الحمدو. وي وي فهمنا. شكون يقول لك؟ وي وي سا اكسبليك سا اكسبليك. ما كانش الشكل درك سهله، خاطر داروا لكم داروا الشكل. معناتها اول كتاب فصيل. اول كتاب مشكل يعني اول مخطوطه لكتاب مشكل تعود لاي وقت؟ الأمويين، الأمويين. لا لا معليش، مخطوطة مشكلة تشكيلا كاملا. هذاك عصر متأخر، هذيك جاب لي ربي في وقت الدولة العثمانية نظن، ما عنديش تأكيد مقاطع، لكن هذيك التشكيل الكامل كما راه درك متأخر، متأخر نظن في العصر العثماني. أرواح هذا كان يعني، شكرا سعيد، هذا كان فيما يخص القراءات. مازال عندنا نقاش حول مصحف القرآن للحلقة المقبلة. شكرا لك. فازي اوكي معليش نختم جمله صغيره برك. لهذا نقول وناكد بانه اذا عملنا على اسقاط السنه المصحف يسقط معها، يسقط معها بالضروره، بالضروره. المهم شكرا للساده المتابعين والمتابعات، الى الحلقه المقبله نكمل حديثنا حول تاريخيه النص.